اهلا بيك في كورس اساسيات الانجليش للمبتدئين، وده المستوى الاول من 3 مستويات اللي هيخلوك ان شاء الله تتكلم انجليش زي الاجانب. المستوى الاول هو اساسيات الانجليش، وفيه هتتعلم الانجليزيه من الصفر، وهتتعلم ازاي تقول جمل وتعمل محادثات بسيطه. المستوى الثاني هو كورس الممارسه، وده هتتعلم فيه ازاي تتكلم مع الاجانب وتناقش مواضيع. المستوى الثالث هو الادفانسد، وده هتتعلم فيه ازاي تشتغل او تدرس او تسافر في دوله اجنبيه. عشان تتابع كل الدروس وما يفوتكش اي حاجة، اشترك في قناة اليوتيوب والجروب والبيج بتوع الفيسبوك، هتلاقيهم ظاهرين قدامك على الشاشة، وكمان هتلاقي اللينكات بتاعتهم موجودين في وصف الفيديو تحت. كل اللي عايزك تعمله انك تشوف الفيديو، كل فيديو ينزل هتشوفه كويس، وتقعد تعيده تاني كذا مرة في اليوم، يعني كل 2 3 ساعات مثلا ارجع على الفيديو تاني. مش عايزك تحفظ ولا تكتب ولا تعمل اي حاجة، بس عايزك تشوف الفيديو كذا مرة عشان تتعود. من هنا لغاية ما الفيديو التاني ينزل هتشوف الفيديو ولو مرة واحدة في اليوم. الفيديو بيبقى مدته قصيرة جدا عشان ما تضطرش تذاكر كتير او يبقى فيه حشو معلومات كتير، لكن في كل مرة هتكتسب معلومة جديدة خلال وقت قصير جدا. هتلاقي ان اللغة بتاعتك اتطورت بشكل رهيب. في الدرس ده، وده أول درس هنتعلم فيه الأبجدية الإنجليزية، وزي العربي ما فيه حروف أبجدية اللي هي ألف ب ت ث، الإنجليش برضو فيه 26 حرف أبجدي. كل حرف بيتكتب بطريقتين، حرف كبير وحرف صغير، لكن في الحالتين بيتنطقوا بنفس النطق بالظبط. في أغلب الأوقات أنت هتستخدم الشكل الصغير أو الحرف الصغير اسمه سمول ليتر، لكن في أوقات قليلة هتستخدم الشكل الكبير أو الكابيتال ليتر. عشان كده ركز اكتر على الحروف الصغيرة، او حاول تعرف شكل الحروف. انا مش عايزك تحفظ، عايزك بس تشوف شكل الحروف كذا مرة، تشوف الفيديو كذا مرة وحاول تكتبهم بايدك، وهتحفظهم بسرعة جدا. بعد ما هتخلص الدرس هتشوف قدامك دلوقتي كل حرف مكتوب بالشكلين، زي مثلا اول حرف في اللغة الانجليزية اللي هو حرف الاي، هتلاقي مكتوب قدامك بالطريقتين اللي هو الشكل الكبير وجنب منه الشكل الصغير. عايزك تعرف شكله وتنطق وراه، هتسمع نطق الحرف كذا مرة. بعد لما هتخلص خالص هيبقى فيه أغنية للحروف الأبجدية، وهتلاقي اللينك بتاع الفيديو برضو موجود في الديسكريبشن. شغل الفيديو كذا مرة في اليوم، وحاول كل يوم تشوف الفيديو ولو مرة لغاية ما الدرس الجاي ينزل إن شاء الله. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z